محاضرتي بعنوان جسد الممثل بين الإعداد والتمثيل. هذا الموضوع خارج عن المفردات الدراسية لمادة التمثيل للمرحلة الثانية، والغاية منها هي زيادة المعرفة في مجال التمثيل المسرحي. جسد الممثل بين الإعداد والتمثيل، اختلفت طرق إعداد جسد الممثل في المسرح العالمي حسب النظريات والطرق والمناهج للمخرجين العالميين بالنسبة في الورش المسرحية أو ما يسمى بالورك شوب. أولاً، مفردة الإعداد يجب أن نعرفها بشكل علمي حتى نفهم الموضوع بشكل واسع. الإعداد يعني كلمة لغويا تعريفها كما عرفها إبراهيم مصطفى في كتابه المعجم الوسيط، وهو أعد الشيء هيأه وجهزه، هذا التعريف الأول. وكذلك عرفه البعلبكي في كتابه المورد القريب في قاموس إنجليزي عربي، ومعناها التهيئة أو التجهيز. أما كلمة الإعداد اصطلاحا عرفه وهبي مجدي في كتابه مجدي وهبة في كتابه معجم المصطلحات في الأدب، إعادة سبك الشيء في العمل الفني لكي يتفق مع وسيط فني آخر. تعريفات متعددة لمفردة الإعداد. المهم، تناولت أو سأتكلم عن بعض المخرجين، لأنه الوقت ما يسمح أن نتناول كل المخرجين العالميين في طريقة إعداد جسد الممثل على المسرح. أتناول البعض منهم. أولاً، المخرج والممثل فيسفولد مايخولد، هذا رجل من مواليد 1874 وتوفى سنة 1943. هذا رجل اختص بمعاداته للدراما الطبيعية، معادات دائمة، حيث أطلق مايخولد مقولته المشهورة: آن الأوان لتحيا الاستديوهات حياتها المستقلة وتبدأ عملها لا بوصفها تابعة للمسرح بل بوصفها مدارس جديدة تتولد عنها مسارح جديدة. وهو عمل على توظيف الحركة والإيقاع والأشكال والعودة إلى المسرح القديم في منهجه، والذي أطلق عليه البيو ميكانيك. هذا الرجل استخدم كل خبراته السابقة من خلال التمارين، يعني ينتقي تمارين ويبتكر تمارين تدريب الممثل من خلال السيرك والميوزيك هول والملاكمة والجمناستيك وتدريبات الجيش والمسرح الصيني والمسرح الكابوكي الياباني. احيانا يعني يسالوننا ما معنى كلمه البيو ميكانيك، هي هذه تتكلف من جزئين. البيو تعني الحياه او الاحياء، والميكانيك تعني البراعه اليدويه. يعني هذا مصطلح يعني لازم انه نعرفه، ماذا تعني هذه الكلمه. البيوميكانيك تعتمد على تقنيه خارجيه بهدف اظهار التعبيرات والانفعالات الداخليه من خلال توظيفه للطبيعه التشكيليه في الجسد. يقول فيسفولد مايخولد: لا، احنا نبدا من الخارج، من تحفيز الجسد حتى الجسد يأثر على الحالة الداخلية للممثل فينطلق الانفعال الصحيح، في حيث الستة تطابق ما بين الجسد
والانفعال، بس من الخارج بعكس السانسافسكي من الداخل. التمارين اللي اجتهدت بها هذه طريقة البيوميكانيك، أنا موجود أكو فيديوهات موجودة نشرتها أعتقد قبل يومين، تمارين في سفور ماي خوض نشرتها على صفحتي في الفيسبوك، بها تمارين البيوميكانيك حتى تفهموها إذا يعني تحبون أنه تطلعون عليها. والميو مثل التمارين الرماية بالقوس، الطعن بالخنجر، الصفعة والقفز، ومس الصدر الآخر بأصابع القدم. شوف هذه كل تمرين إلى غاية إلى هدف، يعني مو مجرد هي تمارين، لأنه هو أكو تمارين ابتكرها، يعني مو كل تمارين جاهزة. أحيانا أكو مخرجين يأخذ تمارين من مخرج آخر أو منظر آخر أو من منهج آخر يبدي يستخدمها لأنه تخدمة. هذا بما يخص في سفود ما يخوض، يعني أنا بشكل موجز لأنه دا نطول الحديث عنه أعتقد ما تكفينا هذه الساعة. عنده مخرج آخر وهو لي ستراسبرج، ولكن هذا الغريب بهذا الرجل انه في استوديو الممثل لا يدرب الممثل المبتدئ، شيء غريب مو؟ هذا مختص في تدريب الممثل المحترف فقط، المحترف يعني معروف عالميا. هذا نظرته يقول يعني الممثل المحترف مثل الأرض الخصبة اللي تعطي إنتاج زراعي، بس هذا يبدي هذا مفعول الأرض يبدي شوي شوي يقل، فيحتاج بين فترة وفترة شو يسوي له؟ يحرثوها ويخلوا له سماد حتى تزداد يعني تتجدد فعاليتها. يقول الممثل المحترف هم عنده يعني هذا رجل صاحب موهبة ومعروف، بس هذه موهبة هم تقل تنظف. هذا كان هدفه هو تحقيق أمرين أساسيين، وهو النضج الفني وحل بعض المشاكل التقنية الخاصة بالممثل. أحيانا شوفوا كل ممثل لازم عنده مشاكل، مستحيل أنه يخلو من مشاكل إن كان في الجسد أو في الصوت، الناحية النفسية، المزاجية، بالخيال، حتى وإن كان ممثل محترف جلسات معه يبدون يلقون بها حلول لهذه المشاكل. يعني هي أشبه بالعيادة النفسية، ترى الوركشوب يعني هي مجموعة اقتراحات، مجموعة مشاكل يعني عند الممثل يوجد لها اقتراحات لحل هذه المشاكل، مو يعني من أجل حتى تنهي القضية ويبدأ تطوير الممثل يعني من حال إلى حال. يعني هو أكد على قضية الخيال وقسم الخيال إلى 3 مراحل. يقول أول مرحلة المهمة وهو الدافع من خلال تنشيط الذهن في ابتكار الصور وجعلها واقعا، هذا الدافع. يقول الحالة الثانية يأكد عليها وهو الإيمان. كل إنسان إذا ما مؤمن بقضية ما ممكن أنه ينجح بها، هاي قاعدة، ولا فإنه يكذب على نفسه. الممثل نفس الحالة، إذا ما يؤمن بأنه اللي ما يقوم به من فعل ومن قول ومن حركة ما يؤمن بها، يعني على قناعة تامة بأنه ما يجري على خشبة المسرح هي حقيقة، ثقوا أنه هذا إنسان كاذب. هذا يأكد عليه لي ستراسبرج. يقول أن يؤمن بأن ما يقوله
ويفعله ويشعر به هو شيء صادق. وهذا هنا بمن يتفق؟ يتفق مع من؟ مع المخرج الروسي ستان سلافسكي. الصدق والإيمان تذكرون إذا شرحناها لكم، هنا يتفق مع هذا المخرج. أما يقول المرحلة الثالثة وهو التركيز، التركيز بما يقوم به، يشبهها ستان ستاسبرج، يقول هو المرحلة التي شلون يعني الوصف مالته التركيز، المرحلة التي يضع فيها عازف البيانو أصبعه على المفتاح الصحيح للنغمات. المفتاح الصحيح يضع على البيانو النغمات. أحيانا إحنا ما نوضحها، إذا وضحها بمكان خاطئ إيش راح يكون؟ اللحن راح يكون خطأ، بالحالة راح يصير نشاز، بالحالة عملنا كله خطأ خطأ، مو؟ بما معنى ماكو تركيز. شوف شلون شبه التركيز هذا المخرج المسرحي. ومن تمارينه الأغنية والرقصة، وهو غناء ماذا يعمل؟ يطلب الممثل أنه يقوم بغناء أغنية معروفة عالميا. كل احنا لما نبدي نغني الأغنية نغنيها حسب الإيقاع اللي سمعناه، مو هو يطلب الممثل لا ما يغني بهذه الطريقة، لازم انه يبتكر إيقاع جديد يغني بها الأغنية. هذا شيء حفز عند الممثل، حفز طريقة يعني تجديد ابتكار. هو يبتكر إيقاع جديد من داخله. هذا من طرقه، هذا لي ستراسبرج. أما المخرجة وهو هذه شخصية غريبة طبعا أنتم ما سامعين بها، بس أتمنى تشوفوها بالفيديو. أمشي بيتها أستاذ صلاح. أنا هالبرن، هذه من مواليد 1920، أسست ورشة للراقصين في مدينة سان فرانسيسكو. هذه المرأة توصلت من خلال الرقص إلى اكتشاف علاج للأمراض المستعصية، وذلك من خلال تجربتها الخاصة مع مرض السرطان. سامعين يعني مثل هذه الشخصية؟ شوفوها بالفيديو شلون درب شوفوها، أتمنى تشوفوها بالفيديو تيب. امرأة كبيرة بالسن، هذه المرأة بحياتها الخاصة أصيبت بمرض السرطان حقيقة يعني. فتحدث نفسها ووضعت برنامج من خلال الرقص أنه شلون تواجه المرض، شلون تعبر عنه، شلون أنه ما تعزل نفسها عن العالم عن المجتمع. أحيانا المرضى يعني دول أصحاب السرطان أنه ينعزل عن العالم لأنه يحس نفسه انتهى، لا هي حاولت أنه تحدى العالم وتنسجم مع العالم. فهي أسست ورشة، جميع هذول المصابين معقول بالأمراض المستعصية من يعني من كبار السن حتى من الشباب أحيانا، أسست ورشة أنه تدربهم على الرقص. شلون طريقة تدريب المؤدين للرقص التعبيري؟ تواضل يعني هالشخصيات ما اعتقد مطلعين عليها. تطلب للراقص انه يرسم نفسه على لوحه. شنو تمثل هاي اللوحه بالدواخله؟ شنو تعبر؟ يبدي يرسمها باي شكل.
مرحلة من الرسم تطلب من عنده التوقف، تطلب من عنده انه من هذا الراقص انه يؤدي رقصة تعبر عن اللوحة. طبعا نرحب بالدكتور اسعد عبد الرضا في موضوعنا اليوم، هو جسد الممثل بين الاعداد والتمثيل. اهلا وسهلا. فهذه المره تطلب من عنده انه يؤدي رقصه الى مرحله تطلب من هذا الراقص انه يتوقف، يبدي يرجع انه يكمل اللوحه. هم مرحلة وتطلب من عنده انه الرقص، فتلاحظ هاي الرقصة بيها تعبير، لأنه الراقص يعني جسدها على اللوحة ويبدي جسدها من خلال الحركات والتعبير، تعبر عن نفسه عن دواخله. أنا شفت يعني فيديو يعني بنت غريب يا أستاذ صلاح، هي موجودة يعني في تدريبها، مرأة عجوز هي، شو تأدي وهذول كبار السن اللي ماكو مرضى، اللي تلاحظ انه يعني حالات يعني لقطات بالفيديو انا كل شيء عجبتني، فتبدي تدربهم. يعني تأكد هي على اهم شيء انه هذا المريض لا يكون في حالة يأس، تنقله من حالة الظلام الى النور. ثانيا انه يجب انه يتحدى العالم، يعني قضيه الموت تبدا تحاربه يعني، وانه يعني تقنعه بانه يجب انه يكون مناضل في الحياه، لانه هي مره ناضلت مع اصابتها في مرض السرطان، هي حاولت انه تجد لنفسها منفذ للقضاء على هذا المرض من خلال الرقص. والرقص يعني مو شكل اعتيادي، وانما يسمونه بالرقص التعبيري، يعني من خلال الجسد. فاتمنى انه تطلعون هذه ال هي مخرجة طبعا، واخيرا نرجع على الأب الروحي، وهو الأب الروحي طبعا كل هذا بلا منازع، وهو المخرج الروسي ستان سافسكي. لاحظ كل المخرجين إذا تلاحظ تمارينه في إعداد جسد الممثل، أخذوا جزء من تمارينه وأخذوا جزء من مناهجه، رغم الاختلاف بالطرق، ولكن هذه احيانا التدريبات اخذوا هذا التمرين بدوا انه يطورونه بشكل او باخر، حتى وان اختلفوا معاه. في سفور مايخوت ما يستطيع ان يقول عن المخرج الروسي ساسافيسكي بانه هو افضل منه، مستحيل، انه هو استاذه، ولكن له يعني لديه قناعة بأنه هذه الطريقة ممكن أن تحفز. شوفوا هم ما يعني ما يختلفون ترى بالهدف، هدفهم واحد وهو تدريب جسد الممثل، ولكن الطرق تختلف. يعني ما بس يبقى كل واحد إلى طريقته ومنهجه، ولكن المحصلة الأخيرة وهو أنه ينقلون الممثل من حال إلى حال أفضل. أنا أتمنى أنه بعد أنه أن الوقت ما يسمح لنا أنه نتناول يعني كل المخرجين العالميين، مستحيل، لأن الوقت ما يكفينا، فأنا أكتفي بهذا القدر في تناول المخرج أو الممثل في سفور مايخوت و صاحب الورشة استوديو الممثل لي ستاتبرج، والمخرجة
الراقصة أنا هالبرن، وأخيرا الأب الروحي قسطنطين ساسافسكي، وهو الأساس بالنسبة لي وبالنسبة لكل أساتذة في كليات الفنون الجميلة ليس في العراق فقط بل في الوطن العربي. وشكرا جزيلا لإصغائكم، وأتمنى أنه طرحت شيء قليل من الكثير عن عالم المسرح في إعداد الممثل العالمي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لأخي وزميلي الدكتور عبد اللطيف هاشم على هذه المحاضرة والمعلومات الشيقة. الآن أفتح المجال إلى أسئلة الحضور ومداخلاتهم لمن لديه سؤال، وأتمنى منكم أن تتفاعلون ويا الدكتور لطيف، خصوصا هذه المحاضرة تتعلق بدرسكم، درس التمثيل اللي تاخذوه 4 سنوات داخل القسم. وهذه المعلومات اللي طرحها الدكتور لطيف بالتأكيد هي معلومات مهمة جدا، وحضوركم في هذه الندوة يعزز هذا الجانب، لأن احنا نأكد على قضية التفاعل ما بين الأستاذ والطالب ليس فيما يتعلق بالمعلومة التي تقدم ضمن الدرس المنهجي فقط، وإنما ضمن النشاطات العلمية التي يتبناها قسم التربية الفنية في عامه الدراسي. وهذه المحاضرات أو السيمينارات حضوركم بالتأكيد جانب مهم جدا لتعزيز معلوماتكم وثقافتكم فيما يتعلق الآن مثلا بالمسرح وبدرس التمثيل والمخرجين اللي تناولهم الدكتور عبد اللطيف. الآن منو عنده سؤال أو مداخلة وأتمنى شاركوه. زين، ما أحب هذا الجمود. بني الحسان دكتور لطيف، معقولة واحد ما عنده سؤال ما عنده مداخلة فيه؟ زين دكتور لطيف، هم بالتأكيد يعني يجوز يستحون عندك، فأنا راح أعفيهم من هذا الجانب. أنا راح أداخل وياك. إحنا نعرف أنه ستانسلافسكي كمخرج مبتدع لطريقة مهمة جدا في إعداد الممثل، وهذه الطريقة تناولوها عشرات المخرجين واستفادوا من عليها على مر تاريخ الفن المسرحي. طيب، هناك مقولة يقولها ديستوفيسكي الكاتب الروائي الروسي المعروف: كلنا خرجنا من عباءة غوغول. طيب، هل تعتقد أنه كل المخرجين الآن تقريبا رغم أنه الحداثهم وما بعد الحداثة ربما تجاوزت كثير من قضايا إعداد الممثل التي عدت في مرحلة من المراحل وكأنها كلاسيكية أو نمطية، هل تعتقد أن هذه الطريقة لا تزال موجودة وفعالة بالنسبة للممثل سواء كان هذا الممثل ممثل مبتدئ أو محترف؟ هو شيء يعني أكو حقيقة لا نستطيع نكرانها. يعتبر ساسافسكي هو الأساس في تدريب، في وضع منهج تدريب الممثل. هذه شيء متفق عليه ولا نستطيع نكرانها أبدا أبدا. نرجع الخيال، من طرح فكرة الخيال؟ هو من طرح الذاكرة عند الممثل؟ هو من طرح قضية الاسترخاء الجسد؟ هو وهكذا وهكذا وهكذا. صحيح أكو من يعني يوجد منظرين أو مخرجين من سبقوه ذكروا هذه القضايا، ما يعني ما نستطيع نفانها، أكو من سبقوه ذكروا هذه القضايا، ولكن ليس مثل ساسافسكي. ساسافسكي وضع منهج، ثبتها كمنهج، وأيضا وضع لها تمارين، وضع لها تمارين. أحيانا إحنا إذا تراجعون تاريخ المسرح كثير ما ذكروا الصوت وجسد الممثل والخيال والتركيز، ولكن من وضع مثل ساسافسكي منهج ثبته ووضع فيها تمارين؟ وهذا اللي خلد هذا الرجل، واللي كل من جاء من بعد ساسافسكي استفادوا من عنده بطريقة أو بأخرى، ما يستطيع أنه ينكرها أبداً.
ولهذا يبقى هو الرجل هذا خالد يعني يبقى يعني أثبت نفسه من خلال منهجه. وكل المخرجين اللي ما تبع طريقته لابد أنه أخذوا شيئا ولو صغير من منهج سالسافيسكي في تدريب الممثل، إن كان في التركيز، في الخيال، في إعداد الجسد، أو في الاسترخاء، أو في الذاكرة العاطفية، أو في اللغة السحرية، لازم أنه يأخذ شيئا من منهج سالسافيسكي. ولهذا يعني استاذ صلاح يعني كل المخرجين بهم من يذكر يقول انا اخذت من منهج استاذ سافيسكي فلان تمرين، وهذا التمرين يفيدني يعني يفيدك في عملي في الورشه في تدريب الممثل، ولكن هذا التمرين يضيف عليه، لا ضير، من حقه يضيف عليه، اذا به تطوير يضيف عليه، ولكن يبقى هو الأساس.